السلام عليكم خوتي وخواتاتي داخل وخارج ارض الوطن، كنتمنى تكونوا كاملين بكم على خير. شكرا على التشجيعات ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم. طلب ديالكم انا عملت لكم فيديو ديال لانوي كوليكسيون في اليوتيوب، حيت ان كاين بعض الناس ما عندهمش انستغرام وكاين بعض الناس ما عندهمش فيسبوك، واليوتيوب متوفر عند كل شيء، والاكثريه ديال الكليان كيبغي يشوف غير من اليوتيوب. دونك انا وافقت على الطلب ديالكم وبغيت نعمل لكم فيديو، نعمل لكم جديدات لانوفيل كوليكسيون، ندير لكم فيديو في اليوتيوب وغنحط لكم النمره. هادو كاملين من البيع، الا وحده فيهم مبيوعه، ولكن غادي نبارطاجيها معكم باش تشوفوا اللوينات، تشوفوا الخدمه كيف عامله. ومرحبا بالجميع. نبداو باول جلابه هي هذه، بسم الله. واه هذه جلابه ديال النخوه غزاله، كوليكسيون جديده مخدومه بالضفيره والتريسنات والثليجه، القاب مبطن بالثليجه، الخدمه دائما في القاب من لهنا ومن لهنا. والشوشه طبيعه الحال مخدومه بجوج اللوينات، شوفوا الخدمه كي دايره، والثليجه مبطنه بالثليجه الحره. هانتوما الخدمه من لهنا ومن الداخل، كتجي بحال جلابه بالقميص، وهي ماشي بالقميص، غير قاب اللي مبطن. هانتوما خديمه نص طوق، افتحي الجناب، صالة مخزانية. هذه فيها ال وفيها الاكس ال، فوالا الكمينات بالثنية. غادي نصور لكم البوس اللي المانكان باش تشوفوهم. هانتوما خديمة العقيدات في الراس ديال الكمينات، وهنا الثنية جات الموديل بالثنية، يعني ديك الثنية اللي مبطن بها القب، الثنية التبطية ديال الثنية هي اللي مبطن بها القاب هيا، وفيها عقيدات. هانتوما عقيدات في راسلكم، زوين والموديل غزال. غادي نلبسوكم على المكان باش تشوفوه وتشوفو اللوينات ديالو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. وغادي نبقى نحط لكم ان شاء الله فيديوهات بحال هكا، نتمنى يعجبوكم. واللي عجباتو الفكرة ديال انني نبقى نحط جلابات جداد لانوفي كوليكسيون، نحط موديلات جداد، يحط ليا كومونتير باش نعرف انا واش عجبتكم الفكره ولا لا. نشوفوا الموديل الثاني البنات، هو نفس الكوليكسيون غير لي كولور اللي مختلفين. هانتوما اختلاف فقط في الالوان. هاد اللوين نيوت كيجي غزال، خديمه. هانتوما تريسنات، جوج تريسنات وضفيره، وكلشي في الصالون الحر بطبيعه الحال، مبطن حتى هو بالثلجه الحره. نفس التبطيل اللي عندنا هنا هو اللي عندنا في راس الكم. هانتوما كميمات بالعقيدات حتى هما. افتحي بالجناب، هادي فيها تاهي الاكس ال وفيها ال ال. هانتوما اللي عجباتو شي حاجه غادي نخلي ليكم النمره. ها هو الموديل، نوريكم عاوتاني الكولور الثالث فيها. هادي ممكن واللي خارج طبيعة الحال التليجة كنلصقوها مع اللون ديال التوب، ماشي أي تليجة نقدرو نبطنو بها القاب. كنجيبو التليجة اللي هي قريبة فيها شي وريضات ولا شي حاجة بحال هنا، خدمنا بهاد هادي فيها الشيبي بحال هاد الشويبي هذا اللي في الجلابة أو السيان، ولا كل واحد شنو كيقولو هاد اللون. شوفوا الكتاف كيفاش مخدومين، هانتوما شوفوا القاب دائما من هنا ومن هنا، شوفوا الكم دائما كنخدموا الطراس من هنا، يعني خدمه ماشي سواقيه. كاين اللي كتلقى هنايا ملاقي ما فيه لا طرسه لا حتى شي حاجه، الخدمه ماشي سواقيه، كنخدموا خدمه بحال دافعها بيدك ولا كثر كاع، حيت تقدر انت ما تعرفيش شي حاجات، حق ملي كتكون المعلمه اللي دافعاهم او المصممه راه كتكون عارفه داك التفاصيل الصغيره اللي تقدروا نتوما ما تردوش، اللي ما كترد لها هي البال. فوالا هما الكميمات حتى هما، ضروري خصنا التليجه اللي نخدمو بها تكون تليجه حره باش ما تشوكش المرافقه، حيت البلاصه كتجي منها للعنق ياك، وبعيد على الطرز داك الطرز داك لي فليغ اللي كنديروهم ديال الطرز في الجلابه، وهذا درناهم حنا في هذوك لي فليغ في التليجه. بطبيعه الحال التليجه حره غزاله، كتجي الجلابه ديالهم ومتوله وراقيه، ان شاء الله تشوفو من البوسين ويعجبكم ان شاء الله. ها هو الكولور الاخر في الكوليكسيون، ما فيهم لي طاي البنات، وصلوا معايا
اللي بغات شي حاجه مرحبا بيها. هانتوما نفس الخدمه بطبيعه الحال، ملي كتكون الميم كواليتي كيكونوا غير لي كولور اللي مختلفين. كنسقو كيما قلت لكم، ماشي اي تليجه نقدروا نخدموا فيها، حيت خصك تنسق تليجه يكونوا فيها اللوينات من اللون ديال الثوب. بحال دابا هذا فيه لورونج، ها هما هاد لي فلور في لورونج واللوينات والخضر البيستاج. هانتوما انا الخضر، هنا البيستاج، خاصكم تشوفوا هنا البيستاج ها هو، خاصكم تشوفوا ما كيبانش، معرفتش كيبان مزيان ولا، خاصكم تشوفوا اللوينات اللي غيناسبوا هذاك اللون، يعني اللي غيكونوا بحالو واللي غيمشيو معاه. ها هما عقيدات. المهم كيجي لي الموديل غزال دوز، انا غادي نصورهم ليكم مدوسين، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. طبيعة الحال الشوشة مكنخدمش غير على الشوشة. هانتوما هو لورونج اللي قلت لكم، هذا نفس لورونج اللي كاين في التوب، يعني ما نقدرش نخدمو بأي تليجة. الشوشة بلدية، القدر عامر من لهنا ومن لهنا، باش ملي كتلبس الجلابة لافا مكتجيهاش من هنا. مثلا هنا كتبان فيها الخدمة، ولكن الدار كيبان خاوي. حنا لا، حنا كتبان لك الخدمة في الدار، حيت لأن خادمين من برا ومن داخل القب، وكت يعني خدمة ديال اليد ماشي خدمة ديال السواقي. وكتبان لك من هنا تاني، كتبان لك الخدمة عامرة. هانتوما هانتوما، يعني الخدمة كيتخدم من هنا ومن هنا. بنتي كيعرفوني راه كيعرفو هاد القضية في الخدمة ديالي. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، واللي عجباتو شي حاجة، واللي عنده شي تساؤل ولا عنده شي تدخل يعملها لي في الكومنتر، واللي عجباتو شي حاجة نعاود نقولها، غنحط لكم النمرة وان شاء الله يعجبوكم. ولا يحشمنا
ضربتي ظهر عيني روحي تعبتها بشبابي جميع ما فعل المرا واللي رد لي يا ربي لازم طاعته نلقى اضحر يا غرس كناع حرن برسول الله.